يا هلا والله. فيديو النهاردة هيكون عن يا قمر بعيون مصرية مفيش غيرك يملى عيني، انت واليمنية. عشان عيني على يمنية. الفرق بينه وبينهم ايه؟ نصف. فلذلك من غير ما اطول عليك وخلينا نخش على فيديو النهارده. لكن قبل ما نبدا يا باشا صل على النبي، حط لايك الفيديو، اشترك في القناه، فعل الجرس، روح تابعنا على الانستغرام. مفيش حد فيكم بيجي على الانستغرام مش عارف ليه، كاني اعمل لكم هناك كوبري وبدفعكم كارت في مش بفلوس. وخلينا نخش على فيديو النهارده. طب يا جماعه، من كام يوم طلع ترند عن المراه المصريه الفرعونيه، بنوجه لها احلى تحيه منهم ام يوسف. خلينا نشوف الاغنيه. يا قمر بعيون مصريه ولا غيرك يبلى عينيا، بشوف السكنه في قلبي وخيالك تفرقليش وين. ما يوعش قلبه ما عاشش الدراويش، يا بلد فاتنتنا بلاش ننسى. دي بتاعت ما يوعش قلبه مش عارفه مين عشت الدراويش. اول مره اعرف اول مره اعرف والله. لكن حلو، خلينا نخش على بعض. خد المفروض بجد، انت بجد عايش الدور ولا كاني حقيقي يا ولدي؟ يعني مش عارف اقول لك ايه، هنقول اللي بعض. يا قمر بعيون مصريه ولا غيرك يبلى عينيا، بشوف السكنه في قلبي. هو المفروض القلب بيكون كبير، لكن انت قلبك صغير يعني بتستحمل. كل دي ورده اللي على البلوزه اللي هناك دي ايه؟ عشان حرام. اللي بعض. اقدم لكم موهبتنا اللي بتطلعها لي ولا داخل انام علشان افضل قاعد. تحمس حمص فعلا ما كدبتوش انتوا، دي حقيقه باين على الصوت. اللي بعده. يا قمر بعيون مصريه ولا غيرك يبلى عينيا، بشوف السكنه في قلبي. ثلاث ارباعكم مش حافظ الاغنيه وعمالين تعملوا دماغكم كده. انا المفروض بقى عشان مصر زيكم اطبل لكم. لا مش مكمل الفيديو. اللي بعده. بصوا يا صاحبي، البنات اللي بتقول علينا ان احنا بنعمل استشوار بنات، طب ما انتوا بتلبسوا البناطيل مقطعه ورجلكم لونها سمراء وما بنتكلمش. اضرب يا مغربي. ما انت عارف انا ما بضربش، انا برقص بس. كينج اللعبه معاك الاسد، عود دايره كابوس البلد ولا بالقدر. لو سمحت كلم بادب يا ولد. قول لي انت مين. كلم بادب يا ولد. ايه ده؟ ايه الستايل ده؟ ايه الشعر ده؟ وايه الهدوم دي؟ وايه ده؟ وايه البنطلون متقطع من كل حته ده؟ ده شعر ارعب من شعر بنات والله الواحد بيشوفها. اضرب يا مغربي. ما انت عارف انا ما بضربش، انا برقص بس. كينج اللعبه معاك الاسد. ده يا جدعان ايام الزمن الجميل بتاع 2020. ايه الايام عدوا بسرعه جدا. اللي بعض. جماهير مين يا عليا؟ جماهير مين؟ هي من امتى بيراميدز يكلمها جماهير؟ قلتولي دول جماهير الزمالك اللي اخد الوجبه والكنز، لكن ما تقوليش جماهير بيراميدز. هي من امتى بيراميدز يكلمها جماهير؟ عرفت مين اللي بياخد الوجبه وال200 جنيه؟ جماهير الزمالك. احنا شعب يبيع بلده ويبيع مستقبله عشان 200 جنيه وكان الاستنز دي. بالك انت عشان نادي ومبادئ نادي هنعمل ايه؟ بيعجبني فينا كمصريين اصرارنا وعزيمتنا، دايما عندنا مبدا ما بنمشيش بيه. فبيعوا مبادئكم لكن الفلوس حلوه. اللي بعض. تملي معاك ولو حتى بعيد عني في قلبي هواك، تملي معاك. ده الهضبه وهو في الحمام بيغني لك، يقول لك تملي معاك. ولو المهم ان يكون معاك، ولا انت تيجي في الويوي وما تعرفنيش. كمل يا فنان. تملي معاك، تملي في بالي وفي قلبي ولا بنساك، وهرماني هو جال بصوت عمري. ده موهبة جامدة جدا قوي. مصر وقلادة. اللي بعض. قال لي الوداع وحقول له ايه؟ هو الوداع يتقال في ايه؟ طب قلت تربع الشباب على كده. بعدين الشعر لو كان عزيز ما كانش طلع في الايد، بيتك راحت فين؟ اللي بعضه. ما تيجي اقول لك اني بحبك واني مش عايش غير ليك، انا هعرفك هاجي اخطفك ومن الناس انا يا بنت قلبي، خليك جنبي ده حياتي مش هتكمل غير بيك. دي لام العيال. اللي بعضه. الله يسامحك يا شيرين، هتوقفي حالنا مش عارفين نشتغل. ما
شفت لك دمع حاطه لي المونيكير وعماله تعمل كده الشاهي وانا بجد اللي بعده. بالنسبه للشباب بتوع فعلا مفيش بنت دمها خفيف. ياض يا كاريزما يلا ده انت كاريزما قوي. ياض يا كاريزما ياض يا كاريزما قوي. خش انت سينا من الشاشه. زناخه ياض زنخ عامل زي المجاري محتاج بطاس عشان نعرف نسلك الشرايين. نسلك الشرايين نعرف نسلك نتفرج على البيت بطاس عشان نعرف نسلك الشرايين. ومع ذلك ساكتين ومتقبلين عادي ما تخليك في حالك. تقولك انا متعصبش اللي بعده. اتجوزي مصري مش هتحس بشهر العسل لانك هتعيشي مع العسل نفسه. ايه الجمال ده. فين اللي بيقدروا قيمتنا؟ انتوا يا دي يا كاريزما يلا بتواصل عشان نعرف نسلك الشرايين. ني 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 نقعك في الطاس. ليه ده كله اللي بعده. يا شيخ دي الدبانه في اوضتك بالليل اللي بعده. لما ارتبط في سن 30 ما بتردش على موبايلك ليه؟ ما بتردش على موبايلك ليه؟ مش عارف انت طلعتي لي من انهي داهيه. هي دي صباح الخير بتاعتك يا يحيى؟ معقول كده بوسي زعلانه. بوسي ايه؟ بوسي زعلانه. ما تزعل ولا تتفلق بوسي. ملوك النكد دول يتقال عليهم اغنيه احنا ملوك النكد واسالوا علينا. هتبقى ماشيه كده. اللي بعده. 75 مليون جنيه يجيبوا لنا محل متأجر في عباس العقاد. ايه 75 مليون جنيه يجيبوا لنا محل متأجر في محل ومتأجر ب 75 مليون جنيه. لو هشتري في الولايات المتحده عمر ما يكون ده لو في دبي مش هيكون بالرقم ده. دلع اللي بعده. اقسم بالله العلى العظيم 500 الف ريال للشخص اللي يوقف الصوره في مكانها الصحيح ويكتب تم. يلا اديني قاعد مستنيكم. فين فلوسي وشجايا وتعبيه ورح. يلا يا ورح. وين الفلوس والله الهوس على الزنات وفجر راسك. وين الفلوس يا ورح. قدامك 24 ساعة. يلا اللي بعده. بتعملي ايه قاعدة مع قرايب. خلتني احبك بعض الغيرة عند الرجال بتبقى التاني. اللي بعده. مش فارقة معايا كلكم ولاد وز فعلا. بنت مجند حكيها جاي عرضها ويرميها. طب قولي ازاي عامل الابد ايضا انا سامع. دي حقيقة يا جماعة. اللي بعده. اباح انت فرحت بنفسك لما جيت خدتنا بايدك من الاسم. فرحت اباح انا فاهمك كويس قوي. انا مش قادر انسى الجملة بتاعتك لما قلتلي اللي قادر يهجر فاعي قادر يغني اباح. لا ادري يهتي رفاع يعني. مش فاضي اكمل الفيديو ده بصراحه عشان كده اقول اللي بعض. اللي بعض. ذوقي في البنات. ده عكس تماما. انا ما بحبش النوع ده. انت كيوت والله بس مش نوعي المفضل في البنات. اللي بعده. ايوه بغير. بتغير من هنا صح؟ ايوه. ارش. واللي قالوا لك غيرت الراجل قله ثقه او قله فهم خلق حمير. هيقولوا لك يا غلبها اللي تخلي صعيد يحبها. يا غلبك يا مره لما تفشك في الدرب ومش هيطلع مني غير افترى. اديني حذرك يا مره. كمل. نار بتنور ما بتحرقش واحنا صعايد او ما بنستحملش. شمسنا حاميه وعرقنا حامي وطبعنا حامي ودماغنا حجره ما بتتفلكش. كمل يا دفس. واللي تخلي صعيد يحبها يبقى يا غلبها. يا صبح. سبحان الله سبحان الله. اصلنا ناس على قد الطيبه كلنا هيبه. ده الجيار قبل ما يبقى تامر الجيار. اللي بعده. الجيل الجديد. لسيطرة همشك مصر. الجيل القديم قبل الجيل الجديد. ايه اللي حصل للجيل الجديد ما ينفعش كده. يلا يلا. لسيطرة همشك مصر. اما جيلين شتيمة. القديم والجديد. عندك حق. اللي بعده. استغرب ليه كل ده ما رجعناش انا وهي الاغاني اللي بنسمعها. انا هي. لبعض. عملت لها بلوك وهي بتكتب. ما بخطرش ولا شنكحه جربت تنكشني واجرحها انت بتتاكل
مش حمل عرق اشكال بتبقى متعة ما بتخليهاش تكمل اللي هي بتقوله فبتروح بديها البلوك لكن انا ما بفضلش انا برمي في الريكوست اللي بعض هينفع خلاص مش هينفع بس انا يعني مين هيبص لواحدة عندها 48 سنة وما بتخلفش مين هيبص لها يعني معلش صحيح ليه اعمل فيه كده مصرح. ليه بتقولوا كده زي الفل و1000 مليون حد يبص لك فليه تشوفوا نفسكم بالطريقه دي 1100 يتمنوكم ما تعرفوش كل تاخير وفيها خير ما تعلموش التاخير ده السبب على فكره ربنا يرزق الجميع اللي بعض انا ضروري اتحكم باعصابي مستعجل بالرد بعد دقيقه الهدوء والبروز صنع بحاول كتير اكون بارد وبحاول اكون اللي هو هادي وما بعرفش وعصبيتي بتخسرني حاجات كتير مش حلو لكن بنحاول اللي بعض ما كفايه فاتي يا جدعان ويجز مش عامل اغنيه بتاعه سامسونج اللي ضرب بيها عصفورين بحجر واحد وبيدس فيها عفروته ومروان موسى في نفس الوقت عامل اعلان وضحك على خلاص فتينا اغنيه ويجز اصلا معموله من قبل اغنيه عفروته ومروان موسى سلام اللي بيحصل دي مش حرب ولا اي حاجه ده ديس تراك لذيذ فشخوا فيه كل الرابرز وعجبني بصراحه بس هل ده معناه ان اغنيه سامسونج دي كانت مقصود بيها مش عارف ايه لا خالص هل هو غفل صحاب الشركه عشان لا خالص لان اكيد مش هو اللي كاتب الاغنيه واحده يعني هو ما خرجش يقول لهم انا عندي اعلان وهقول الكلمتين دول ده في فريق وراهم عامل الاغنيه بشكل معين عشان يفيد الماركتنج بتاع البرودكت بتاعهم اللي هو سامسونج والتلقيح هنا على سامسونج لو هنفكر فيها فبيلقح على باقي الحاجات اللي هي اوبو هواوي ايفون والى اخره ده لو فعلا مقصود بيها تلقيح يعني بس الناس بقى اللي عايشه في الوهم وميت البطيخ وفاكرين ان ويجز عنده القدريه ان هو يعمل كده ويستخدم الاعلان علشان يدس اصحابه يا جماعه عشان فين انتوا معانا في ارض الواقع بعدين الاغنيه دي مسجله امتى ونزلت امتى والاغنيه دي سجلت امتى ونزلت يا جماعه اي كلام الشعب المصري ما يحبش حاجه الا لما يفتي فيها ما يعرفش يقول ما يعرفش مين بالي اللي بعض انت مين بالظبط واد غلبان واد غلبان طربته الدنيا لا مصحي صح الصبح لا نفسه في دنيا تانيه دنيا بتديله فرصه جديده تديله كل اللي اتحرم منه العول يا جماعه ربنا يفك عليه هو كل اللي زيه اللي بعض واحد مشهور وكل الناس بتحبه هو في عيد ميلاده لقيت عيني قافلة على غفلة في كلمة حفرت لي حفرة وقلت لي اه يا جدعان العمر عدى ولا لمحت خلاص 19 10 مفيش عليه مش فاضل عليه كتير اللي عايز يهديني ولا يجيب لي هديه رينج روفر في فوق اقل من كده جو البرفان والشغل ده خليه لي احنا عايزين حاجات عربيه رينج روفر ايفونات لابات ما عنديش مشكله مليونات دولارات اوكي هات غير كده هات خليك قاعد في بتتكات ما تجيبليش حاجات ما تقوليش كل سنه وانت طيب عشان اكتر واحد بيكره اليوم اللي اتولد فيه انا ما بفرحش لما بكبر سنه انا كئيب اللي بعضه لا 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 استنى ما تقلبش الفيديو لحظه واحده بس كده واسمع الخبر الكوميدي ده هل كابتن عمرو ورده اللي ليه تاريخ مشرف جدا في كل حاجه لا علاقه لها بكره القدم خرج النهارده بتصريحات انه حصل على الجنسيه اليونانيه وطلب من الفيفا يلعب لمنتخب اليونان تصريحات عمرو ورده قال انه مش هيلعب لمنتخب مصر تاني ابدا وده الكلام اللي قاله له حد من اتحاد الكوره بناء عليه عمرو ورده حصل على الجنسيه اليونانيه وطلب اللعب لمنتخب هو حر يا جدعان ما هيجي هنا طب ما حدش بيلعبه ده يعني يعمل ايه طيب واحد دلوقتي بيجي هنا في المنتخب هنا ما بيرضاش يلعب ولا حطه في القايمه ولا مستدعيه يفضل قاعد لا منتخب تاني بيعرض عليه فرح رايح يلعب فيه اما يفضل قاعد ما يلعبش يعني كل واحد يقول اللي يقول اللي عليه اللي بعض مش بيجي لنوم غير على الصوت نايميني وانا في الحلم رن عليك كلميني مش بطمن غير في حضني طمنيني بس ورده التليفون باسمك ارحميني ازاي بس اخوك ده وانا مجنون خد يا امي التليفون فتشي مش هتفشيني احلى ما في الاغنيه ان هو بيعترف اللي بعده فشلت الخطه يا سبحان الله شفتوا قالت عشان فلوسه راح هو اللي وقف على ابراها مش هي اه يا جدعان يعني هو اللي جاب اجله مش هي اللي جابت اجله وقف كمان على ابراها اصيل لو كانت هي كانت خدت الفلوس دي راحت بقى عملت شوبينج جابت ايفون بقى ودلعت وروقت على اخوها محمد ب 10000 دولار وبكده يا باشا وصلنا نهايه الفيديو اشوفك على الفيديو الجاي عارف ان الوقت عدى بسرعه لكن اعمل ايه انا لو لاقي منكم دعم اعمل لكم كل يوم لكن انتوا حتى اللايك بتستخسروه يا جدع الاعلان حتى ما بتتفرجوش عليه اعمل ايه لما هتنزل يوتيوب محدش يجي يكلمني ولكن انا قاعد على قلبك مش مهم واشوفكم على الفيديو الجاي باي برو جود باي برو جود باي برو جود باي برو Goodbye, bro.